السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة الصندوق الأسود في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن زيارة الفنان عاصي الحلاني إلى مطعم الشيف براك في دبي، وهنشوف طبخ له إيه في المطعم. بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. زار الفنان عاصي الحلاني الموجود حاليا في دبي مطعم الشيف التركي براك الذي افتتح فرعا له في دبي، وانتشر فيديو للشيف براك وهو يقوم بممازحة عاصي خلال تقديمه طبق الرز واللحم الذي يشتهر به الشيف براك. وسافر الحلاني برفقة عائلته الى دبي لتلقي لقاح كورونا، ونشر ابنه الوليد صورته في انستجرام وهو يتلقى الجرعة الاولى من اللقاح، وقال تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شكرا لدولة الإمارات والهيئة الصحة في دبي على العناية الرائعة. وإعلان الوليد لتلقيه اللقاح استفز بعض اللبنانيين وعرضوا لانتقاده كون عاصي الحلاني وابن الوليد كان من ضمن الفنانين الذين أحيوا حفلات رأس السنة في لبنان، وقوبل بانتقادات لموافقتهم على إحياء حفلات في عز انتشار جائحة كورونا وارتفاع أعداد المصابين بشكل جنوني، معتبرين أنهم رغم ذلك ذهبوا إلى دبي لتلقي اللقاح، الأمر الذي جعل عاصي الحلاني يرد بتغريدة له على تويتر: الذين يتباهون بطول ألسنتهم وقدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أشر الناس منزلة يوم القيامة من يتقيه الناس مخافة للسانه. وزار النجم عاصي الحلاني وأسرته مطعم الشيف براك، وطبعا قدم لهم سفرة هائلة، وكان من ضمنها طبق اللحمة الشهير بالرز، وطبعا زي ما شفناه في الفيديو دلوقتي. نتمنى من كل قلبنا مزيد من التألق والنجاح للنجم الكبير عاصي الحلاني، ومزيد من النجاح والتقدم للشيف العالمي براك، ويمتعنا بافتتاحه لمطعمه في جميع أنحاء العالم. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، بس أخبارنا وأسرارنا لسه ما خلصتش، استنونا في فيديو جديد في قناتكم قناة الصندوق الأسود.